والإبن والروح القدس الإله الواحد. آمين. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله والشركة الروح القدس معكم جميعا. قلبا نقيا أخلق فيا يا الله وروحا مستقيما شكلي. مع بداية هذه الذبيحة الإلهية لنطلب الصفح والغفران عن خطايانا. أنا أعترف لله القادر على كل شيء ولكم أيها الإخوة لأني خطئت كثيرا في الفكر والقول والفعل والإكمال خطيئتي عظيمة جدا. لذلك أطلب من القديسة مريم الدائمة الفتوحية وإلى جميع الملائكة والقديسين وإليكم أيها الإخوة أن تصلوا من أجلي إلى الرب ليرحمنا الله القدير وليغفر لنا زلاتنا ويبلغنا للحياة الأبدية. وعلى الأرض السلام.
لنصلي. هيا لنجدة عبادك يا رب، واوسع رأفتك الدائمة على الصارخين إليك. جدد بحولك ما صنعت يمينك القديرة، واحفظه لخير الذين يعتزون بك خالقا ومدبرا، بربنا يسوع المسيح ابنك الإله الحي الملك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. القراءة الأولى قراءة من سفر الجامعة. باطل الأباطيل يقول الجامعة، باطل الأباطيل وكل شيء باطل، لأنه رب إنسان كان تعبه بحكمة وعلم ونجح، ثم تركه نصيباً لإنسان لم يتعب فيه. هذا أيضاً باطل وشر عظيم، فأي فائدة للإنسان من جميع تعبه ومن كآبة قلبه التي عاناها تحت الشمس؟ إنما أيامه كلها أحزان وأعماله كروب، حتى في الليل لا يستريح قلبه. هذا أيضاً باطل. كلام الرب. المزمور الردة: أشبعنا في الصباح من حبك فلنفرح ونبتهج. إنك ترد الإنسان إلى التراب وتقول: عودوا أيا بني آدم، نظير يوم واحد لديك ألف عام، مثل أمس المنقضي وهجعة في الليل. علمنا أن نحصي أيامنا فتبلغ الحكمة قلوبنا. عد يا رب فإلى متى؟ وأشفق على عبادك. تجرفهم فما هم إلا أحلام، ويصبحون باكراً عشباً يزول، يزهر في الصباح ويغدو نامياً، وييبس في الأصيل ويمسي ذاوياً. أشبعنا في الصباح من ودادك فنفرح ونبتهج طوال أيامنا، ولينزل إنعام إلهنا علينا. ربنا يسر لنا عمل أيدينا، أيد ما عملت أيدينا. القراءة الثانية قراءة من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل كولسي. أيها الإخوة، أما وقد قمتم مع المسيح فاسعوا إلى الأمور التي في العلا، حيث المسيح قد جلس عن يمين الله. ارغبوا في الأمور التي في العلا، لا في الأمور التي في الأرض، لأنكم قد متتم وحياتكم محتجبة مع المسيح في الله. فإذا ظهر المسيح الذي هو حياتكم، تظهرون أنتم أيضاً عندئذ معه في المجد. أميتوا إذن أعضاءكم التي في الأرض بما فيها من زنا ودعارة وهوى وشهوة فاسدة وطمعا، وهو عبادة الأوثان. لا يكذب بعضكم بعضا، فقد خلعتم الإنسان القديم وعملتم معه أعماله، ولبستم الإنسان الجديد ذاك الذي يسير إلى المعرفة الحقيقية في تجدده على صورة خالقه. فلم يبقى هناك يوناني أو يهودي، ولا ختان أو قلف، ولا أعجمي أو إسكوتي، ولا عبد أو حر، بل المسيح الذي هو كل شيء وفي كل شيء. كلام الرب. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
ملكوت السماوات. الرب معكم. فصل شريف من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. في ذلك الزمان قال ليسوع الرجل من الجمع: يا معلم، مر أخي بأن يقاسمني الميراث. فقال له: يا رجل، من أقامني عليكم قاضياً أو قساماً؟ ثم قال لهم: تبصروا واحذروا كل طمع، لأن حياة المرء وإن اغتنى لا تأتيه من أمواله. ثم ضرب لهم مثلاً قال: رجل غني أخصبت أرضه، فقال في نفسه: ماذا أعمل؟ فليس عندي موضع أخزن فيه غلالي. ثم قال: أعمل هذا، أهدم أهرائي وأبني أكبر منها فأخزن فيها جميع قمحي وأرزاقي، وأقول لنفسي: يا نفسي، لك أرزاق وافرة تكفيك مؤونة سنين كثيرة، فاستريحي وكلي واشربي وتنعمي. فقال له الله: يا غبي، في هذه الليلة تسترد نفسك منك، فلمن يكون ما أعددته؟ فهكذا يكون مصير من يكنز لنفسه ولا يغتني عند الله. كلام الرب. أخي وصديقي أبونا أنطون، أيها الإخوة والأخوات الأحباء، منذ فجر المسيحية وما أن حمل السيد المسيح الرسل مسؤولية البشارة، حتى أخذ الرسل ينقلون كلام المسيح ويرسلون بعضهم بعضا ويرسلون المبشرين إلى كل الأنحاء، بدءاً من القدس إلى نواحي فلسطين، ثم إلى بلاد الشام الكبرى وإلى العراق، ثم إلى قبرص، وهي صار وجهها إلى آسيا وظهرها إلى أوروبا، وهي الأقرب إلى القدس، وهي اليوم جزء من البطركية اللاتينية الأورشليمية، حتى يبعث الرسل المبشرين والمعلمين إلى أنحاء العالم. كانت هناك آلية لا تزال متبعة حتى يومنا هذا. يقول أعمال الرسل فصل 13: قال لهم الروح القدس: أفردوا برنابا وشاؤول للعمل الذي دعوتهما إليه. فصاموا وصلوا، هذه الآلية، الصوم والصلاة والعبادة. ثم وضعوا عليهم أيديهم وصرفوهما، وضع الأيدي الرسامة الكهنوتية الرسولية، فلما كان مفدين من الروح القدس. إذن شاؤول بولس وبرنابا مفدين من الروح القدس، وهناك نزل إلى سلوقيا وهي في قبرص، ثم أبحرا منها إلى قبرص،
فاجتاز الجزيرة كلها حتى بافوس، هكذا أبونا أنطون. كما أرسل الرسل الأوائل بولس وبرنابا إلى قبرص، سيدنا البطرك يرسل أبونا أنطون إلى قبرص حتى يجتازها وحتى يصل إلى بافوس ليؤسس هناك الرعاية العربية من الجماعة الكاثوليكية اللاتينية. البطرك أخذ هذا القرار بعد أن اتبع نفس الآلية، الصلاة والمشاورة، لأنه رأى في أبونا أنطون الكاهن الكفؤ والكاهن الأمين والكاهن المحب للكنيسة وللرب يسوع. فباسم غبطة البطريرك وكل البطركية اللاتينية وباسمكم جميعا نشكر أبونا أنطون على خدمته في هذه الرعية وكل الرعاية السابقة. خدمة مار بولس في قبرص، في أفاسوس، في فيليبي أنشأت بينه وبين الرعية علاقات محبة ومودة قائمة على شخص الرب يسوع وعلى حنان الرب يسوع. من قبل مار بولس أولاً، من قبل الراعي هو اليوم أبونا أنطون، يقول الكتاب: والله شاهد لي إني شديد الحنان عليكم جميعاً في قلب يسوع المسيح. وهكذا كان أبونا أنطون. وبولس في حديثه مع أهل أفسس يقول لهم: لأني لم أقصر في إبلاغكم بتدبير الله كله، والآن أستودعكم الله وكلمة نعمته وهو القادر على أن يشيد البنيان. أبونا واللي قبله واللي بعده، نحن خدام لكم في المسيح يسوع، والرب هو الذي ينمي الجماعة المسيحية. قال هذا بولس ثم جثى فصلى فيهم جميعا كما يفعل أبونا أنطون اليوم، وفاضت دموعهم أجمعين. الرعية بتحب الراعي، هو بحبها بقلب يسوع. فألقوا بأنفسهم على عنق بولس وقبلوه طويلا. وهكذا تفعلون وستفعلون. هذه العلاقة الروحية، العلاقة بين الكاهن والشعب المسيحي. هذه علاقتي أنا بأبونا أنطون، وهو صديق قديم. وقام صداقتي مع أبونا أنطون كيف نستطيع ككهنة أن نخدم الرب، نخدم الكنيسة، على حد قول مار بولس: تنافسوا في إكرام بعضكم بعض وفي إكرام المؤمنين. كيف نخدم كنيسة الله وكيف نبلغ الرسالة؟ أبونا أنطون لم يترك لي الكثير حتى أعمله في هذه الرعية، لم يترك مكاناً إلا صلحه وبناه وجمله ورسمه، وكان آخر شيء ما نرى هنا ونرى هناك. مقر مار أنطون للكهنة، بيت مار أنطون، الساحات، كل شيء، لا ندخل بالتفاصيل. المهم الأهم من العمل المادي هو العمل الروحي وعمل المحبة وعمل الخير. الفقير كان في قلب أبونا أنطون، أنا شاهد وأنتم شاهدون على ذلك. الفقر، هذه الرعية حولت نفسها معكم أبونا أنطون إلى مركز حب لكل فقير ومحتاج يطرق باب هذه الرعية. أبونا أنطون قام بالبناء الروحي، إن كان مع مجلس الرعية، مع الشمامسة، مع الرهبات، مع الأخويات، مع الكشافة، الشبيبة، عائلة مريم، كل أبناء وبنات الرعية. كون من حوله عائلة، وفي قلب هذه العائلة شخص يسوع المسيح وشخص مريم العذراء. وإن شاء الله تستمر هذه الرعية على خطى، على هذه الخطى وعلى هذه المسيرة. ما أريد أن أقول لأبونا سوف يذهب إلى قبرص، ولكن ليعلم أبونا أنطون إنه بيت دير الإسوفية هو بيت أبونا أنطون، فدوماً
فدوما عندما تأتي وسوف تأتي لعمان مرارا ستجد بيتك الصغير هو دير الإسوفي هنا، وسوف تجد في بيوت الرعية أيضا بيوتا لك. كل من ترك بيوتا أو إخوة أو أخوات أو أبا أو أما أو بنين أو حقنا للجسم ينال ماء الضعف ويرث الحياة الأبدية. أنا أقول مش مئة ضعف، نال ألف ضعف وأكثر، أن كل بيت من بيوت هذه الرعية يعتبره أبونا أنطون وأنتم بتعتبروه بيت لأبونا أنطون. مقابل ذلك بدنا نزورك في قبرص، نزورك في قبرص لأنك أخ وعزيز، ونذهب هناك ونرى ماذا تعمل من أجل أبنائنا المغتربين ومن أجل الرعية العربية في قبرص، والرب يكون معك. أود أن أشكر في هذا المساء عائلة أبونا أنطون الصغيرة، أشكر السيدة أمال طوطح وأسرتها التي وقفت إلى جانب أبونا أنطون في عمله الخيري والرعوي وفي عمل الكنيسة، فشكراً للسيدة أمال ولأولادها ولأهلها. وأخيراً أريد أن أصلي لك باسمي هذه الرعية فأقول: ليكن السيد المسيح الراعي الصالح فوقك ليقودك، والعذراء الأم البتول من خلفك لتحميك وتصونك، وشفيعا قبرص مار بولس وبرنابا عن يمينك وعن شمالك في هذا البلد الجديد، ليسيروا معك في رسالتك كما ساروا هم قبل 2000 سنة مفدين من المسيح والرسل إلى قبرص. ولتكن الأم الحنون الأم البتول أما لك في قبرص وأما لهذه الرعية كما كانت أما لهذه الرعية وأما لك. أنت كنت شديد الحنان بقلب يسوع على رعيتك هذه، وهي اليوم تبادلك الحب فتفيض دموعهم في وداعك كما فاضت دموع أهل أفسس في وداع بولس. إن ذهبت بعيدا إلى قبرص فأنت قريب جدا لنا في قلب يسوع وفي قلب البتول وفي قلب كل رجل وامرأة وشاب وطفل في هذه الرعية. الله يكون معك وليبارك، وشكرا وشكرا وشكرك الأكبر عند الأم البتول وعند الرب يسوع. آمين. شكراً أبونا حنا، شكراً لكل واحد وحدي فيكم. وبدنا نتابع الذبيحة الإلهية. نؤمن بإله واحد. وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق
الإخوة الأحباء، لنبتهل إلى الله الآب القادر على كل شيء، الذي جمعنا بالروح القدس في إيمان واحد، كي يفيض علينا أجمعين مرحمه ونعمه السماوية. نصلي من أجل قداسة البابا فرانسيس وبطريركنا بيير باتيستا وأسقفنا جمال وجمع الإكليروس والراهبات والمكرسين، لكي يسبغ عليهم الرب مواهبه ونعمه الإلهية، فيكونوا أشباه المسيح في حبي من حولهم وفي خدمة الآخرين، مشاركين الآب السماوي في عمل الخلاص. إلى الرب نطلب. استجب. نصلي من أجل قدس الأب أنطون هريمات، راعي كنيستنا الذي كرس سني خدمته التسع لأبناء رعيته، فعمل جاهداً لنموهم الروحي، مسيجاً الرعية بسبحة سيدة الوردية التي خصها بمحبة فريدة، سائلين الرب أن يحفظه ويبارك جهوده وحياته وعمله الدؤوب الذي ميز خدمته الرعوية، طالبين له شفاعة والدة الإله أم الكهنة وشفاعة القديس شربل والقديس بيو الذين سيرافقون خطاه أن توجه وحيثما ذهب. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل قدس الأب حنا الكلداني، راعي كنيستنا الجديد، لكي يمده الرب بالعون السماوي ويهبه جزيل النعم الإلهية من أجل إكمال المسيرة وحمل الرسالة تحت ستر حماية العذراء الناصرية. إلى الرب نطلب. استجب يا رب. نصلي من أجل حكام العالم ومن أجل صانعي القرارات، لكي يلهمهم الرب الحكمة والحنكة لنشر السلام الحقيقي القائم على العدل والمساواة والتقاسم في العالم أجمع وبالأخص في منطقتنا. إلى الرب نطلب. استجب. نصلي من أجل أن تتكرم السيدة العذراء وتجود بنعمها السماوية على أبناء هذه الرعية بكافة فعالياتها، لكي تلتف بمحبة حول راعيها الجديد فتبقى دوماً رعية واحدة وقلباً واحداً تعمل بتفان لمجد الله ولخير النفوس. إلى الرب نطلب. ملحظة سكوت. نطلب النعم اللي إحنا بحاجة إليها. يا رب بدونك لا نستطيع شيئاً، كلنا بحاجة إليك يا رب، وانت أعلم الناس باحتياجاتنا. بارك على بيوتنا، بارك عائلاتنا، بارك شبابنا وصبيانا، بين إيديك يا رب منحطهم، احميهم وين ما كانوا، وفقهم، أعطيهم الصحة، أبعد عنهم الأمراض وأبعد عنا الأمراض. نصلي لأجل مرضانا، طالبين إلهم الشفاء. نصلي لأجل جلالة ملكنا عبد الله الثاني بن الحسين حماه الله، طالبين منه تعالى أن يمنحه موفور الصحة والعافية والحكمة الإلهية حتى يقود البلاد نحو المزيد من المحبة والإخاء والاستقرار. إلى الرب نطلب. ولنرفع العيون للأم البتول ونقول: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، مباركة ثمرة بطنك يسوع. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطاة الآن وفي ساعة موتنا. اللهم ملجأنا وقوتنا يا مصدر العطف والحنان، التفت إلى تضرعات كنيستك كي ننال حقا ما طلبناه منك بثقة بالمسيح ربنا. نصلي في هذا المساء
لكي يتقبل الله تقادمنا هذه التي نقدمها عربون امتنان أمام مذبح الرب شاكرين ومسبحين، فاقبل منا يا رب وبارك. الإنجيل. لقد حملت يا أبانا بشرى الخلاص بأمانة، وعلمتنا بأن كلمة الله هي الغذاء الروحي الذي يقود إلى الحياة الأبدية. صلاتنا لك أن يعينك الله على حمل رسالة الإنجيل والتبشير بها بمحبة وغيرة في مهامك وخدمتك الجديدة. الصليب دروب الحياة صلبان ومشقات، ولكن كل من يكل على الله تغدو له الصلبان درب خلاص وطريقا نحو السعادة الأبدية. نقدم في هذا المساء أمام مذبح الرب صليب الفداء، طالبين لك يا أبانا عون السماء في حمل صلبان الرسالة الجديدة بثقة ورجاء كما عهدنا بك. صورة الراعي الصالح. لطالما كنا نراك الراعي الأمين والكاهن الغيور الذي لا يعرف المستحيل، فعلمتنا أن نكل دوما احتياجاتنا إلى الله القدير، عاملا على تنمية الجانب الروحي لجماعة المؤمنين لتقود الرعية إلى مروج الخصب وينابيع المياه الحية. السبحة الوردية. لقد ترجمت محبتك وإكرامك للأم البتول يا أبانا بتشييد مزار أمي، وحرصت على غرس محبتك البنوية للعذراء في نفوس أبناء رعيتك، فجاءت صلاة السبحة الوردية إكليل ورود مريمية توجت هامة السيدة العذراء، فأصبح الرجاء وطلب الشفاعة سيمفونية شكر عزفت على أوتار قلوب تنادي حني علينا مريم. صندوق المساعدات. لقد كنت دوما اليد الخيرة التي تهب لنجدة المحتاجين، فسعادتك كانت في العطاء وفي حث المؤمنين على أعمال الرحمة والمحبة، فكان هذا الصندوق نافذة فرح وسعادة لمن لم تسعفه ظروف الحياة. وهذا الصندوق في هذا المساء يذكرنا بالصناديق التي ملأتها غيرتك الرسولية في المناسبات من أجل أن تبلسم الجراح وترسم ابتسامة الفرح على شفاه أخوة لنا تلهج ألسنتهم وتختلج صدورهم بأهازيج الشكر والتقدير والعرفان. الخبز وثمار العنب. أنت كاهن إلى الأبد على رتبة ملك صادق. لقد منحك الله من خلال سر الكهنوت المقدس نعمة المشاركة في سر الفداء وتحويل الخبز والخمر إلى جسد ودم المسيح الأقدسين، ففي كل مرة يتم فيها رفع الخبز والكأس المقدسين يرتفع الدعاء من قلوب أحبتك في هذه الرعية إلى من هو خبز الحياة، لكي يمن الله عليك دوماً بنعم القربان الأقدس فيغدو زادك وزوادتك أينما توجهت. فنرجو منك أبانا
أن تقبل هذه الهدية من مجلس رعية كنيسة العذراء الناصرية. فنرجو منك يا أبانا أن تقبل هذه الهدية من مجلس رعية كنيسة العذراء الناصرية عربون محبة وشكر وعرفان لخدماتكم الجلة التي قمتم بها. بدلة القداس والبطرشيل، نرجو منك يا أبانا أن تقبلها عربون تقدير وإجلال من فعاليات هذه الرعية مع كل ذبيحة إلهية قدمتها وتقدمها بالإنابة عن جمع المؤمنين لخلاص نفوسهم. راجينا أن تذكرنا في صلواتك كما ستذكرك رعية العذراء الناصرية السويفية في صلواتها، متمنين لك مسيرة كهنوتية مباركة في موقعك الجديد، وليشدد زيت الميروني الذي أعطي لك يوم رسامتك عزيمتك لتحقيق أهداف رسالة الفادي الذي دعاك. واتبعني وأنا أكون لك نصيبا.
صلوا أيها الإخوة إلى الله الأب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. قدس هذه التقدمات أيها الأب العطوف، حتى إذا تقبلتها ذبيحة روحية جعلت منا بأجمعنا تقدمة لمجدك الأزلي بالمسيح ربنا. آمين. الرب معكم. لنرفع قلوبنا إلى العلا لنشكر الرب إلهنا. إنه الحق وعدل واجب وخلاصي أن نشكرك في كل زمان وفي كل مكان أيها الرب الأب القدوس الإله القدير الأزلي بالمسيح ربنا. إنه بولادته جدد البشرية، وبآلمه كفر عنا خطايانا، وبقيامته مهد لنا سبيل الخلود، وبصعوده إليك أيها الآب فتح لنا أبواب السماء. لذلك مع جمهور الملائكة والقديسين نسبح على الدوام بنشيد المجد هاتفين. أقدم هذه الذبيحة الإلهية من أجلكم جميعاً الموجودين والغائبين، طالباً منه تعالى بركته عليكم جميعاً. حقاً إنك لقدوس أيها الآب ينبوع كل قداسة، فنسألك أن تفيض روحك على هذه القرابين ليقدسها، فتحول من أجلنا إلى جسد وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فهو حينما أسلم نفسه للآلام طوعا أخذ خبزا وشكر ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي دم العهد الجديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان. كلما أكلنا هذا الخبز وشربنا هذه الكأس نخبر بموتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك فيما نحيي ذكرى ابنك موته وقيامته نقدم لك أيها الآب خبز الحياة وكأس الخلاص، ونشكرك على أنك أهلتنا لأن نمثل أمامك ونخدمك. نبتهل إليك خاشعين نحن الذين نشترك في جسد المسيح ودمه، كي يجمعنا روحك القدوس ويوحدنا. اللهم اذكر كنيستك المنتشرة في المسكونة كلها،
وبلغها كمال المحبة مع حبر الأعظم البابا فرانسيس وبطرياركنا بيير بابتيزا وأسقفنا جمال وأبونا أنطون في رسالته الجديدة وسائر الكليروس. أذكر إخوتنا الذين رقدوا على رجاء القيامة وجميع المتوفين إلى رحمتك. نذكر أمواتنا. اجعلهم ينعمون بنور وجهك البهي، وإياك نسأل أيضا أن تسبغ مراحمك علينا أجمعين، وأن يكون لنا نصيب في الحياة الأبدية مع القديسة مريم البتول والدة الإله، والقديس يوسف، والقديس شربل، وبادري بيو، ومع رسل الأطهار، وجميع القديسين الذين أرضوك جيلا بعد جيل. فنسبحك ونمجدك للأبد بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الأب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى أبد الدهور. آمين. وإننا امتثالا لوصية المخلص واستنادا إلى تعاليمه الإلهي نشسر فنقول: تعطف ومنح السلام والاستقرار في حياتنا. أعضدنا برحمتك واحفظنا من كل خطيئة لنأمن كل اضطراب. نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك: السلام أستودعكم، سلامي أمنحكم. لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، وتنازل وامنحها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك. أنت الحي المالك أبد الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. بالمحبة والفرح لنتبادل سلام المسيح. هذا هو حمل الله، هذا هو حامل خطايا العالم. طوبى المدعوين إلى وليمة الحمل. نظرا
لتدهور الوضع الوبائي نرجو من الجميع قبول المناولة باليد وليس بالفم. الموجودين في القبعة نرجو أن يبقوا في أماكنهم. Thank you.
لنصلي. انشر جناح حمايتك الدائمة على من تغديهم بخبز السماء يا رب، وارمق الذين لا تبرح تنعشهم في كل حين، كي يكونوا أهلا للخلاص الأبدي بالمسيح ربنا. دنت الساعة وحان وقت الفراق، وها إننا اليوم اجتمعنا يا أبانا الفاضل أنطون هريمات في هذا القداس الإلهي لنقول شكراً لك. شكراً لك على كل دقيقة فرح زرعتها في حياتنا. شكراً لك على كل ابتسامة رسمتها على أفواهنا. فمنذ 9 سنوات مضت ابتدأت مسيرتك في رعيتنا، عشت بيننا، وأنت الأب والأخ والصديق والمعلم. أحببتنا وأحببناك، عايشتنا وعايشناك، باركت أفراحنا وواسيت أحزاننا، كنت كالورد يفوح عطراً أينما حللت، وكالبلسم تداوي جراحنا وأسقامنا كلما همست. لقد كنت الراعي الصالح الذي يرعى خرافه ويسهر عليهم، كنت أميناً على رعيتك في القليل والكثير، وقد اهتممت بأدق التفاصيل. فمنذ الساعات الأولى لك في هذه الرعية بدأت المشوار بإعادة تنسيق حديقة الدير وساحاته لتظهر بمظهر يليق ببيت الله، لأنك كنت دائماً تقول ما أحلى مساكنك يا رب الجنود. لم تنسى في أي يوم من الأيام أمنا مريم العذراء، فكانت دائماً من أولوياتك، فزرعت فينا حب العذراء وشجعتنا دائماً على اللجوء إليها في الشدائد لأنها أم المعونة، ودعوتنا إلى الالتزام بصلاة السبحة الوردية، فكنت دائماً تقول السيدة العذراء هي أمنا السماوية وهدية الصليب إلينا. ومن كثر عشقك للعذراء قررت أن تكلل هذه المحبة ببناء مزار للعذراء مريم، مزار العذراء أمي، الذي عملت فيه بصمت ودون كلل أو ملل، وثابرت على العمل به بيديك ليظهر بصورة تليق بأمنا العذراء، حتى أصبح هذا المزار أيقونة وتحفة فنية يأتيها القاسي والداني من شتى بقاع الأرض للصلاة إلى أمنا العذراء وطلب البركات والمعونة. وحتى لا تشغلنا هموم الحياة ومصاعبها عن حب العذراء، وامتداداً للشهر المريمي الذي تكرم فيه الكنيسة أمنا مريم البتول، دعوتنا لتلاوة السبحة الوردية كل يوم ثلاثاء الساعة 9 مساءً وعلى مدار 100 يوم لنقدم الإكرام ونصلي بكل خشوع على أضواء الشموع، حتى وصل عدد الحضور في أحد الأيام إلى ما يزيد عن 1000 مشارك في السبحة الوردية. فكنت تردد دائماً سأسيج هذه الرعية بالسبحة الوردية، وقد فعلت. لم تكتفي بحبك للعذراء أم الكنيسة، بل امتد حبك أيضاً إلى القديسين، فكان لهم في تعبك وجهدك حصة، فتبلورت في ذهنك فكرة تكريم القديس شربل قديس لبنان، فشيدت له مزاراً في كنيستنا
ليكونا لرعيتنا بركة وشفاعة يلجأ إليه المؤمنون لطلب العون والشفاء. لم يكن اهتمامك في الحجر فقط، ولكن امتد هذا الاهتمام إلى البشر، فكان لهم في تفكيرك حظوة ورعاية، فقمت بترشيح عدد من أبناء الرعية لدورة القارئ والشدياق التي انبثق عنها رسامة الشدياق الدكتور مؤيد بقاعين والشدياق الدكتور مهند خوري ليصبحا خداماً لهيكل الرب وجسد المسيح، فكانت هذه الدعوة نقطة تحول في حياتهم ونعمة وبركة لهم ولعائلاتهم. لم تكتفي يا أبانا الفاضل بالاهتمام بأبناء رعيتك فقط، بل امتد هذا الاهتمام إلى أبناء الرعايا الأخرى الأقل حظاً، فكنت ترعى ما يزيد عن 220 عائلة محتاجة من مختلف المحافظات، فكنت تذكرهم في كل عيد ومناسبة لتقوم بتوزيع ما تم جمعه من أبناء الرعية من أموال وملابس ومواد غذائية لتكون لهم سنداً في شدائدهم وعوناً لهم على مصاعب الدنيا، تواسيهم وتقول لهم إن يسوع لا ينسى أحباءه. كل هذا لم يثنيك عن التفكير بإخوتك الكهنة، فقد كانوا وما زالوا محور تفكيرك، فكنت دائماً تقول أن الكهنة يتركون أهلهم وعائلاتهم ويلتحقوا بمسيرة الخدمة في حقل الرب، ولكن عندما يكبرون بالعمر وتخونهم صحتهم يصبحون في مرمى الزمن كالريشة في عرض البحر تلطمه أمواج الدنيا، فقررت المضي قدماً في التخطيط لبناء بيت لرعاية الكهنة المتقاعدين، وعلى الرغم من محدودية الموارد وكبر الحجم المشروع وارتفاع تكلفته المادية، إلا أنك لم تتوانى عن المبادرة لطلب الموافقة على إتمام المشروع، وكنت تقول العذراء ستتكفل بكل شيء. وعلى الرغم من كافة الصعوبات والظروف القاهرة التي ألمت بالعالم كله في تلك الفترة من وباء الكورونا والإغلاقات، إلا أن ثقتك لم تتزحزح بالعذراء مريم لإتمام المشروع، لأنك كنت دائماً تقول كل عمل إلهي يواجه مقاومة من إبليس لعرقلته. فبحمد الله لم يتوقف المشروع يوماً عن العمل، وتكللت هذه الجهود والصلوات بانتهاء العمل وافتتاح بيت مار أنطون البدواني لرعاية الكهنة، والذي يعتبر المشروع الأول على مستوى البطريركية الذي تقدمه رعية الصويفية إلى كافة الكهنة تقديراً منها على جهودهم في خدمة الكلمة. عندما علمت أن ساعة رحيلك عن هذه الرعية قد اقتربت، واصلت العمل ولم تتوانى عن تقديم الأفضل إلى رعيتك، فبادرت إلى إيجاد الحلول التي تمكن جميع المؤمنين من متابعة القراءات والتراتيل أثناء القداس الإلهي، وعلى الرغم من صعوبة تضاريس الكنيسة من الناحية الهندسية، فقد تمكنت من تركيب الشاشات داخل الكنيسة وفي القاعة الرئيسية بطريقة فنية زادت من جمالية المكان وحققت الهدف المنشود، حتى استطاع جميع المصلين متابعة القداس الإلهي بالكامل دون الحاجة إلى استخدام الكتب. لم تكن كاهناً فحسب، بل كنت رجلاً اقتصادياً من الطراز الأول، فكنت دائماً تتبع الأساليب المختلفة للحفاظ على أموال الكنيسة
والتي تحقق الوفرة في التكاليف والراحة للمصلين، حيث كنت تقول إنه مال وقف ويجب المحافظة عليه، فقمت بالعمل جاهداً لتركيب نظام الطاقة الكهربائية الشمسية لتصبح جميع مرافق كنيستنا تعمل بالطاقة الشمسية وبتكلفة قليلة جداً، بالإضافة إلى العزل الحراري لسطح الكنيسة بالكامل حتى تعمل أنظمة التدفئة والتبريد المركزية بكفاءة عالية صيفاً وشتاءً. كل هذا لا يمثل إلا جزءاً صغيراً مما أنجزته في هذه الرعية خلال التسع سنوات التي قضيتها فيها وأنت تعمل بصمت وبفرح ودون تذمر. ولو أردنا أن نذكر إنجازاتك بالتفصيل فلا يسعنا الليل كله لذلك. ها إننا اليوم حاضرين في هذا القداس الاحتفالي لنقول لك يا أبانا أنطون شكراً لك من صميم قلبنا لوجودك وحضورك بيننا خلال تسع سنوات مضت، متمنين لك التوفيق في مهامك الجديدة، طالبين من السيدة العذراء أن ترعاك وتعضدك وتشدد عزيمتك لتقدم لكنيستك الأفضل دائماً. وإننا نبارك لرعيتك الجديدة في قبرص اختيارك لهذه المهمة التي تنم عن الثقة الكبيرة التي أنعم بها عليك غبطة البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا الجزيل الوقار. وكما قال السيد المسيح في إنجيل متى: نعما أيها العبد الصالح الأمين، كنت أميناً في القليل فأقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. ومن هذا المنبر لا بد لنا أن نتقدم أيضاً ببالغ الشكر وعظيم الامتنان لأبناء هذه الرعية الرائعين وكافة الفعاليات من أخوية الأمهات وفرقة الترتيل والشبيبة وفرقة الكشافة وخدام الهيكل على مساندتهم لك خلال مسيرتك بيننا، وعلى كل ما قدموه لكنيستنا سواء بالدعم المادي أو العيني أو المعنوي. ونخص بالشكر الإنسانة الرائعة والجندي المجهول الفاضلة آمال توطح الهريمات أم فادي على كل ما قدمته الرعية لهذه الرعية، والتي كانت تعمل بصمت من وراء الستار ودون كلل أو ملل، وروحها مفعمة بالحياة دائماً والابتسامة لا تفارق وجنتيها رغم كل الأحمال والمهام التي كانت على عاتقها. شكراً لك أبونا أنطون، كفيت ووفيت. المعروف ممكن نقعد شوي. ألف شكر يا جماعة. بالواقع مرة حكيتها برجعها اليوم، احكي لي ابني مبنى تاني زي اللي شفتوه أسهل من أني أحكي خطاب، هذا إشي أكيد. إيش أحكي لكم؟ مثل اليوم قبل تسع سنوات إجيت على هاي الرعية مثل اليوم، وكان قداس الأول بواحد تمانية، وبواحد تمانية سأغادر هاي الرعية. لما إجيت كان عندي هدف، هدفي كان خلاص النفوس وتكريم أمنا البتول، وقلت في قداس الأول سيسيج هاي الرعية
بالصبحة الوردية. عشان هيك مش راح أطول عليكم الكلام، إنما أريد أو قبل كل شيء إنه أشكر ربنا، أشكر الله تعالى وأمنا مريم البتول على دعمهم إلي، وقفتهم معي رغم ثقل الصليب، فالصعوبات كانت كثيرة والطريق لم تكن دوما سهلة يا ما كانت وعرة. أستغل المناسبة لأرحب باسمي وباسمكم بقدس الأب حنا كلداني الكاهن الغيور خلفه. خير خلف، بالواقع هي ثالث مرة أبونا حنا كلداني بأخذ محلي. برم الله إجا بعدي، أخذ محلي يعني إجا بعدي، وبأبو ظبي هو اللي حل مكاني، واليوم هو بحل محلي. أيا هلا فيك أبونا. بالواقع بشكر كل واحد فيكم، لأني شعرت إنه وجدت في كل واحد فيكم أخ وأخت وصديق، وكل بيت من بيوتكم شعرت إنه هو بيتي. الله يخليكم. أشكر كل واحد فيكم على صلواتكم ودعمكم الروحي، كما أشكر دعمكم المادي لكل المشاريع اللي تمت. يا ما حكيت، كل هذا بنفسكم. أشكر دعمكم للعائلات المحتاجة. تذكروا القصة لما إجتني واحدة كبيرة بالسن بتجر لأنه مش قادرة تمسك إيده لزوجها من كتر ما هو مشلول مش قادر يمشي، وتحكي لنا، إجت على غرفة السكرتيرة تحكي لنا يا أبونا كان هذا الزلمي الرجال يعني زوجي هو اللي دعم إلي، مرضت بالسرطان، ساعدني إني أعمل عمليات وتنجح العمليات، لكن جارت علينا الدنيا وداست علينا الدنيا وصابت جلطة. تذكروا هالقصة وياما مثلها. هذول الناس كانوا أكيد في بطقة قلبي وقلبكم، ولولاكم ما استطعت إنه نساعد 222 عائلة. بكرر شكري لكل واحد فيكم ولكل تعريف حطت في سبيل إدخال البسمة لهؤلاء الناس. مش ممكن أنسى الشماس، هاي العلامات اللي ما فرقني خلال السنوات التسعة الماضية. حضوره مميز أكيد، وجوده فعال، وصوته المتألق اللي بيصدح اللي بعوض عن صوتي اللي ما عندي اياه. أشكر الشضايقة دكتور مهند خوري ودكتور مؤيد بقاعين على وقفتهم الدائمة معي. أشكر راهبات أخواتي راهبات الفرنسيسكان. لمساتكم في الكنيسة لا تنتسى. شوف الورد ما أجمله، شوف هاللمسة ما أجملها. باسمي وباسم أبناء الرعية بشكركم على وقفتكم مع أبنائهم في تحضيرهم لأول المناولة وسر التثبيت المقدس. شكر خاص لجميع أعضاء مجلس الرعية. كنا نجتمع كل يوم ثلاثة إلى أن إجت الكورونا. هدفهم أنه يسندوا الخوري، يدعموا الخوري بوقفتهم معي في كل مشروع من المشاريع. ألف شكر، ربنا يبارك عليكم وعلى عائلاتكم وعلى أولادكم. عائلات مريم، إيش أحكي عن عائلات مريم؟ بتمنى أنه كل عائلاتنا تكون عائلات مريم. تعرف هدول بيجتمعوا بالليل كل 15 يوم عشان إيش؟ عشان يحكوا عن ربنا، عن العذراء، عن الكنيسة، يحكوا عن كيف يربوا أطفالهم، كيف على ضوء الإنجيل، كيف يكونوا قريبين الزوج للزوجة. بهنيهم، وأكيد أنتوا في قلبي، في قلب صلاتي.
فرقة الترتيل أكيد بشكركم، أنتوا اللي زينتوا. أنتوا اللي زين وجودكم وأصواتكم هاي الكنيسة بقيادة الأخت ديانا كاليس وعازف الأورج جوزيف عكشي، الأخويات المريمية اللي كل أسبوع تجتمع يوم ثلاثة ويوم أربعة، أخوية العذراء الناصرية وأخوية ملجأ الخطأ، هي الأخويات اللي كانت تعمل إما طبق الخيري إما فطور خيري إما تبيع على باب الكنيسة. ليه؟ هدفها واحد، يشاركوكم في عمل الخير في دعم الفقير. كل حب وكل انتماء لكم. أشكر أيضا فرقة الكشافي والمرشدات، فرقة الكشافي والمرشدات اللي أسستها أنا في بداية وجودي هون في هاي الرعية. ميرنا قائدة الكشاف كانت عندي طفلي صغيري وأنا في ماركا، انتقلت إلى جهاد عبدون هون، سلمت المهام وعرفت لمين أسلم المهام. ألف شكر. كما بشكر فرقة الشبيبي والبراعم والجميل، البراعم يا جماعة الرعية اللي ما فيها أطفال رعية ميتة. أشكر إرينا طنوس القائد الكبير على هاي الفرقة. طولت عليكم بس مفروض فيي، مفروض فيي أشكر مين؟ هالخدام اللي كانوا يخدموا الكنيسة. تعرفوا لما إجيت هون، لما إجيت إجوا الصبايا الصغار عندي، أبونا ممكن نخدم؟ قلت أخيت تخدم بيت ربنا، إيش اللي تعملوا غلط؟ قال لي لأنه بيحكوا لنا ممنوع. قلت لهم ما في ممنوع إلا الممنوع، وابتدينا أطفال مع أطفال شباب صبايا وشباب، وابتدوا يخدموا القداس، خلصوا الإعدادي، دخلوا الثانوي، الجامعة، منهم تخرج وبيعمل هلأ ولا يزال يخدم هيكل ربنا اللي يحفظكم دائما أنتوا وعائلاتكم. وإيش أحكي عن الجندي المشهول، حكوا أكثر مني، سكرتيرة أوكي أمال توطح انفادي. أنا بفتخر فيكي، أنا بفتخر فيكي، أنت اللي كنت بالفعل جندي المشهول، يا ما تعبت ويا ما شقيتي ولا واحد داري عنك، وانت تزيحي أواعي وتطلعي أواعي. كل أسبوع كنا ترك، كل 15 يوم نودي ترك، لا إما شطنة إما مناطق أخرى، وهي كانت هناك تحمل وتصفت وهلم مجرة. شغل الكمبيوتر هو شغل كبير. هل تعلموا أنه كنيستنا رعيتنا كانت دائما أول رعية تعطي كل الفايلات التقارير السنوية ب 31/12، تعطي التقارير السنوية معناه كل الأكاليل، كل واحد يتكلل إيش اسم الرباعي، إيش اسم عروسة الرباعي، أشابين وين ولد، وين اتعمد، وهلو مجرة، المعموديات نفس الشيء، التثبيت، المناولة، هلو مجرة. هالشغل الكبير اللي أنتم ما كنتوا تعرفوا عنه أنا بعرف عنه. ألف شكر إنفادي. بدي أشكر قناة نور سات، نور سات الفضائية بقيادة الدكتورة باسمة السمعان اللي واكبت دوما مسيرة العطاء. هذه القناة اللي اخترقت جدران آلاف وآلاف من المساكن المسيحية، ومعلنة البشرة السارة، دايما كانوا ييجوا حتى ينقلوا هاي البشرة السارة إلى جميع أنحاء العالم. ألف شكر، وأنا بحمي رأسي إجلالاً لكم. بشكركم على كل الكلمات اللي حكيتوها، وبستسمح أي إنسان لربما بطريقة غير مباشرة صار في سوء تفاهم، لربما بعرفش بدون ما أعرف ولا الكمال لربنا، إنما أكيد حبيتكم كلكم وبحبكم كلكم ورايحين تبقوا في قلبي أكيد. وبدي أحكي لكم شغلي، في الأولمبياد، في الألعاب الأولمبية
اللي بيربح الكاس بيرفعه لمرة واحدة، إنه ربحوا الكاس، وبيرفع الكاس إنه مبسوط إنه ربح الكاس. وأنا بوعدكم في كل يوم هذا الكاس اللي قدمته إلي رايح تكونوا حاضرين معي كل يوم. كل يوم رايحين تكونوا حاضرين مع عائلاتكم وبيوتكم. ربنا يبارك عليكم. صحيح أنا كبرت معكم، لكن كبرت فيكم. وشكرا. ما بدنا ننسى أمنا مريم البتول، نطلب أن تتحنن علينا، حني علينا مريم. الرب معكم. بشفاعة والدة الإله ليبارككم الله الآب والابن والروح القدس. أبونا، قبل ما تعطي آخر كلمة البركة بدنا نمس عليك بالبركة. وأنا لقيت ما حدا من الرعية سنحط له الفرصة نشكرك. مش على 9 سنوات أنت حملت ابني كرم قبل 30 سنة ولبسته ثوب مار أنطون، وأنا كنت أعرفك قبلها لما سويت مزار العطرة في المصدار. محبتك نمت في قلوب الرعية زي البذور والأبنية اللي بنيتها بإيديك العاريتين حجر حجر، وأنا هذا كنت شايفه. واجبك علينا إنه نقول لك مش بس ببيوتنا، في بقلوبنا إلك بيت دايما إمتى ما تيجي، مش بس دير مار أنطون البدواني. البركة والنعم رح تجي لك من ربنا اللي يكافئك. لو نسيك عبد الله، الله ما رح ينساك. وإن شاء الله يا رب رسالتك بتكمل بقبرص،
بتاخذ الاكليل اللي تعبت طول هالسنوات عشانه، وانا من الناس اللي بقول لك بصماتك والمسبحه اللي زرعتها في قلبنا حبه حبه رح تقول لك انه منحبك حبه حبه دائما ابدا. وشكرا ابونا. I'm not too good.